السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي، على سلامتكم. مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير عليكم ومهنيات كامل ان شاء الله. خواتاتي اليوم ان شاء الله حبيت نصور لكم شويه من باب الواد. هذا سوق الفلاح تاع بازيطا. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش، كي تلحقوا لباب الواد ما راهوش بعيد على لوبيتال مايو، على سبيطار مايو، مستشفى مايو تاع باب الواد، وما راهوش بعيد ثاني على لاميري يعني البلديه تاع باب الواد. المهم كي تلحقوا تما سقسوا على سوق الفلاح تاع بازيطا. المحل هذايا الاولاني اللي نشوفوه اليوم ان شاء الله. مازال فيديوهات حد اخرين زدت صورت لكم شويه محلات لداخل سوق الفلاح. هذا جاي لتحت، راني وريت لكم جست تدخلوا لسوق الفلاح، عندهم لتحت الغي تشوسي، وكاين فوق تطلعوا بالدروج، كاين الفوق بروميير ايطاج. هذا جاي لتحت، هاولي كاني وريت لكم الدروج جست من فوق، راهو جست من تحت الدروج هكذا، جست تدخلوا يبان لكم الدروج اللي طلعوا للفوق تاع الحديد، هو راهو جست لتحتو هكذا. عنده حجابات على كل لون تاع البنات، تاع لي جون في يعني، تاع عنده جلابيب بوكو بلوس الجلابيب، ويعني بكل صراحه باش ما تزعفوش عليا خواتاتي تجي البابيات اشاك فوا يلحقوني تعليقات، خديجه راكي حقرتنا ما وريتيناش لي موديل ومنا ومنا. المهم بين قوسين ثاني هاديه، بزاف البنات ثاني كنت نتلاقى بهم برا يقولوا لي خديجه ما كناش عارفين بلي خديجه اختكم ترتدي الجلباب. هذه هي حباباتي، ف بزاف اللي يقولوا لي ما كناش عارفين بلي تلبسي جلباب. المهم هذه جست بين قوسين بيني وبين خواتاتي، فصورت لكم شويه جلابيب لي موديل اللي عنده. يعني هذا هو المحل اللي في معظم الاحيان نشري من عنده، باسكو عنده حاجه شابه، كاليتي شابه، ولي بخي تاني يعني ما شاء الله لي بخي ريزونابل. المهم ما نكثرش عليكم بزاف الهضره، اللي ماشي مشتركه نتمنى انها تنضم للعائله، هذا شيء بزاف بزاف يفرحني. ويعني اكتبوا لي بلي راكم مشتركات جدد باش نرحبوا بكم ونعطيكم ان شاء الله هذيك الترحيبه اللي تستاهلوها. هذه هي حنوناتي، اللي حبيت تبيع اي حاجه جديده او مستعمله تدخل للميسنجر ديالي فهمها، تلقاوها في صندوق الوصف باذن الرحمن. المهم راهو داير حجابات بالسولد 150000 وطلع، اقعدوا الى اخر الفيديو تشوفوا واش كاين. الى الفيديو القادم ان شاء الله حبيباتي، تهلاو في روحتكم، لايكاتكم وتعليقاتكم الزينه ان شاء الله. هكذا وكل موديل عنده فيه لي كولور كيما هكذا. نبداو هذا تاع الجيب ياك، هذا الموديل تاع الجيب اللي كان تلقى المون هاو داك، وكاين فيه لا كابوش، فيهم كاع لي كولور البنات. ها المون داك هوليك. شحال داروا هكذا؟ هادو 290 290000 البنات تاع لا كابوش، فيهم كامل لي كولور ياك. تاع الجيب كاين 3 بياس هكذا. 3 بياس سافو دير الجيب لا كاب وخيمار. داك الجيب ولا كاب والخيمار ديالها 3 كولور. 3 بياس. هذا سامبل لا جوب وال ما فيهش الخيمار، يتبع البوندو هذه. داكور بالخيمار تاني. صح هاكو. تشوفوا البنات دونك عنده اللي تحب حجاب هكذا، حجاب شرعي ولا عنده هذوك لي موديل اللي يجي هو كي تجي الباب. دونك تجي لا جوب ويجي هذاك الفوقاني ديالو ويجي الخيمار، فهمتوني؟ دونك تجي الباب من نوع اخر تقدروا تقولوا. انا ماشي هذا النوع اللي نلبس، انا نلبس اللون النوع القديم يعني اللون النوع الكلاسيكي العادي اللي فيه ريده يجي طالع حتى الفوق. دونك هادو هما البنات اللي يحبوا هكذا، فيه لا جوب وفيه لو سمو، وعنده فيهم لي كولور كاع لي موديل، عنده فيهم لي كولور، عنده ثاني هكذا، عنده في الاوني، عنده اللي فيهم الالوان، وعنده بيان سور هادو هما لي كلاسيك هكذا. انا هكذا نلبس معظم الوقت، نلبس في الاسود هامليك، وعنده هامليك عنده نقاب تندا، عنده تاني السعودي هذاك اللي يجي طويل بوكو بلوس. النقاب التندا هذا هو البنات اللي ما يعرفوش، هذا النقاب تندا البنات دار 80000 عنده، يحسب فيه 80000 فوالا. والاخر سعودي واسمه والسعودي شحال دار؟ كاين موديل، كاين دي موديل، كاين كيف هذا طويل هذا 100000. كاين هكذا 100000 هذا. وكاين العملاق، وكاين العملاق دار كاين تاع 170000 وكاين تاع 180000. حتى 320 يلحقوا حتى 320000. عنده حتى الموديل اللي فيه السنسله البنات، فوالا يجي بالسنسله ما شاء الله، يجي هكذا كي تندى هكذا من الفوق.
بزاف البنات يحوسوا عليهم. المهم راهم متوفرين عنده، داروا 320 الف. يجي هكذا كي تندى هكذا من الفوق من القدام، ويجي هذيك القطعه اللي تجي من اللور تجي طويله حتى لتحت على طول الرداء، ويجي فيه السنسله هنا، يجي هنايا فيه السنسله. يعني ما نقدرش نوريه لكم، ما عرفتش كيفاش دوك نسي نجربوا، الا حاب نسي نجربوا لكم على المكان باش تشوفوا وتاخذوا فكره. المهم خواتاتي شوفوا، انا صورت لكم درتو، انا لبست المانكا هكذا برك باش تاخذوا واحد الفكره. شوفوا قلت لكم يجي هكذا كي تندى هكذا من القدام، شوفوا كيفاش يجي، ويجي هذا تاعو هكذا يا قصير، ماشي قصير نورمال حتى للصدر هكا. ومن بعد الوسمو ديالو الاطراف نتاعو يجوا هكذا بالسلسله، دونك يطلعوا هكذايا، يجي كالرداء هو على كل حال. هكذا يجي مغلوق، هاو النوع تاع القماش ديالو كيفاش جاي، وطويل طويل من اللور يجي طويل هكذا لتحت حتى يعني تقريبا مع طول الجلباب. فوالا هذا دار 320 الف، قلنا هكذا 100 الف، وكاين اللي طويل عليه العملاق دار 170، وكاين تاع 180. فوالا وعندو تاني، عندو تاني العباءات، عندو عباءة شابين، شوفوا كيفاش يدين تاعهم هاوليك، شوفوا كيفاش يجي هذا تاني شباب، هاوليك شوفوا الحمد لله. كاين تاني هاد الموديل يعجبني انا، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. هذا حجاب هكذا يجي، شوف سوقي الملاية البنات هادوما 250 الف برك، بزاف شابين بزاف شباب الموديل. هنا هاوليك نعاود نوريلكم اليدين تاع هذا، هاوليك يجي بالبليسي، وهنايا يجي بالنو، بزاف شباب الموديل. هنا يجي فيه ثاني شويه بليسي، هاي الخدمه تاعو ان شاء الله برك يكون باين مليح. كاين ثاني هذا بالياسمينه، اليدين تاعو شوفوا ثاني كيفاش جايين، وفيه السنسله هكذا، هذا ثاني نورمالمون فوالا السنسله، وهنا يجي هكذا بالقفيله. وهذايا شوف سوغي دار 200 الف، هذا شوف سوغي البنات هامليك الالوان ديالو، هذا شوف سوغي هامليك الالوان ديالو ما شاء الله، فيه القري فيه الاسود فيه البني فيه هذاك لو بلو نوي، فيه بزاف بزاف، شوفوا بزاف شباب. هذا يا المره الجايه باذن الله نجي ندي واحد ملاحي سون براتيك هكذا، يجي مع وسمو مع خمار طويل وكامل يجي ما شاء الله. الحجابات عنده على كل موديل، بزاف شابين. شوفوا ثاني الموديل هذا شحال شباب، في غوب حجاب هادو، شوفوا عنده يعني خير كيربي ما شاء الله. بالنسبه للحجابات شحال من شحال لشحال اللي رخيص كاع اللي كاين تاع 150 صح حتى ال 270 داكور. دونك قال لكم كاين اللي راهم مسولدين ب 150 الف، وكاين حتى ال 270 الف، يعني كل واحد السومه. اه كيما هكذا 190 الف، فوالا بليدي هذا في الباك كامل بوستيو في عاود لي كولور لي طاي، كامل لي كولور وكامل لي طاي. شفتوا هذا كيفاش جاي لنا 190 الف، هاوليك اليدين ديالو هكذا يجوا بنو. المهم البنات كاين بزاف بزاف لي موديل، كاين تاني الحجاب الشرعي بالنسبة للأخوات اللي يحبوا هكذا حجاب شرعي هكذا يجي فضفاض، هاولي كاين بزاف لي موديل. انا نشري غير من عنده يعني حقيقه، حاجته ما شاء الله من لا فينيسيون تاعها تاني الله يبارك ما شاء الله. شوفوا هاولي خواتاتي اللي يحبوا حاجه عريضه سامبل، اه هكذا ابوبري شحال داروا هادو لي منا لا بريبال 190 200 الف 190 200 الف شابين ما شاء الله. ما شاء الله شوف نوريكم شويه شويه لي موديل باش ما تزيدوش تعاودوا لي كامل. خديجه حقرتينا ان شاء الله، خديجه ما تحقر حتى واحد، حاشا لله. كامل خواتاتي وكامل حباباتي، وان شاء الله ربي يقدرنا نفرحوا الجميع هكذا ان شاء الله. طلباتكم كامل طلباتكم اوامر كما يقولوا كما يقول الاخر، غير الى الله غالب ما رحتش لهذيك الجهه اللي قلتوا لي عليها. هكذا حباباتي نقرا كامل التعليقات
ونحاول نرجع لأكبر عدد من الناس في التعليقات، واللي ما رجعت لهاش تسمح لي برك. دونك فهمتوا هامليك من هذه الجهه، قلنا حاطين لي موديل تاع تاع لي جون في كاين بزاف 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 لي موديل. انتوا اللي كان كيزيدوا تجوا لهنا ان شاء الله تزيدوا تشوفوا. اقولوا لو جينا من عند خديجه هاوي يوريكم كامل واش كاين ان شاء الله. هكذا احباباتي، راكم فهمتوا وين جايه.